هلا فيكم يا شباب، شو اخباركم؟ كيف حالكم؟ نزلت اخبار جديده لباتل فيلد 5. راح نبلش في هذه الحلقه، راح نقسمها لغين قسمين، باتل فيلد 5 كاخبار للعبه، وفي اخبار لباتل فيلد 5 الاوبن بيتا. وهلا راح بلش لاخبار باتل فيلد اللعبه الكامله. واول خبر معنا لليوم هو انه باتل فيلد 5 فازت كافضل لعبه في الجيمز كوم، كافضل لعبه ملتي بلاير، لعبه شو اسمه يعني جماعيه. فهذا خبر كتير حلو بالنسبة لأنه لعبة المفضلة هي باتل فيلد. وخبرونا الشركة أنه راح يكون في خرائط باتل فيلد 5 القادمة مش راح يكون تعتمد فقط على الانفنتوري، يعني مش راح تعتمد فقط على الجيوش، راح تعتمد برضو على الدبابات والمركبات. فهذا إشي جدا ممتاز. وطبعا حطوا تعليق أو كتابة صغيرة أنه راح تعتمد هذه المباريات اللي فيها المركبات على الأساس، راح تعتمد على الدخان، تعتمد على الريفايف. ما فهمت ايش معنى الدخان فيها الاسيست، يعني ممكن حدا اخر ياخذ قتلتك الدخان، ما فهمت الريفايف ما يعني حدا ينعشك، واحتمال راح يعني من هذا الكلام راح تكون حرب مش طبيعيه. ونزلوا كمان الشركه منشور كبير ايش راح يكون في تحديثات قادمه ما كانش موجود في باتل فيلد، يعني كثلاثه قبل. واحده منها انه راح ما يموت الاصدقاء او يعني الصديق معك في الفريق، راح يقع على الارض، ممكن تنعشه، ممكن تعمله دراج تسحبه، او يعني تسحبه من منطقة اطلاق النار، تسحبه منطقة خالية، تعمله انعاش. فالشركة حكت انه قاعدين بيطوروا على هذا النظام انه يكون في اللعبة. برضو حكوا انه مدة المباراة راح يطوروها لانها كانت شوي يعتبروها طويلة وقصيرة، بدل هذا راح يطوروها على طريقتهم. برضه مش راح يكون في هاون، راح لما تنزل اللعبه الهاون هو المورتر، وهذا احسن لانه الكامبر راح يهلكونه باللعب. برضه حكوا انه لما بلشنا احنا باتل فيلد 5 بالالفا المغلقه، كنت لما تعمل ايم على عدو ويطلق عليك العدو رصاص، تلاقي انه اختل توازنك وصار فيه شيكينج، ولما تاكل قنبله جنبك يعني برضه بصير انه الوضع مش محتمل، السلاح بيروح يمين وشمال، ما بتعرفش تعمل ايم، فهذا بيسبب لك انه ما تقدرش تقيم على الشخص اللي قدامك ممكن يقتلك. فهذا شيء غيروه. برضه راح تقدر تعمل الغاء للانعاش للريفايف، اذا كان مثلا طلع لك عدو قدامك وانت بتنعش صاحبك ممكن تعمل الغاء للانعاش وبتوقف الريفايف كامل. برضه راح تقدر تغير لون الجمجمه الموجوده على راسك، انت طبعا بتشوفه بالالف المغلقه انه كنا لابسين زي لبسات وشغلات، وفي واحد يعني راح تقدر تلبس جمجمه وتغير لونها. هلا في حال غيرت لونها مثلا لون احمر، الكورسير اللي هو يعني اللي بتعين فيه بالرشاش راح يصير لونه احمر، وهذا اشي يعني من الشركه. وهلا بنبلش باخبار البيتا المفتوحه. اول اشي يا شباب، في حال راح حابب تلعب الاوبن بيتا لباتل فيلد 5، ما لازم تروح تدخل على انفيديا هو تبع كروت الشاشه او الجي فورس اكسبيريان، تعمل ابديت للجي فورس درايفر، تعمل ابديت للمحرك تبع او الكارت الشاشه تبعك. فليش؟ عشان نزل ابديت جديد للاوبن بيتا راح يعمل لك الاوبتيمال انه لما تلعب الاوبن بيتا راح يعطيك الشعور اللعب الحلو، ما يكون في لاج اذا كمبيوترك ضعيف، حتى اذا كان كمبيوترك قوي برضه راح تحس شعور السموز انه تكون تلعب وانت مبسوط في اللعب. هذا الابديت عملوه باتفاق بين شركه نيفيديا وشركه دايس، فهذا الابديت نزل اليوم، روح اعمله وراح تنبسط ان شاء الله في الاوبن بيتا لما تشوف البرفورمنس. وحكوا الشركة عن اشي انا شرحته في الشرح السابق انه مش راح تقدر تغير على قوة السلاح زي باتل فيد 1، يعني سلاحك ثابت ما بتغير. باتل فيد 4 كنا نقدر نغير على قوة السلاح، باتل فيد 3 السلاسل يعني من قبل كنا نقدر نغير عليها، الا باتل فيد 1 ما قدرناش نغير عليها، كنا ناخذ سلاح ونضلنا نهاجمين. برضه حكيت على باتل فيد 5 مش راح نقدر نعمل اشي، بس لا الشركة عادت وجددت الخبر راح نقدر نغير من قوة السلاح. بس كيف؟ في نظام بروجريس جديد انه عن طريق انك تلعب على كل سلاح، اي سلاح مثلا لعبت عليه راح تقدر تتقدم فيه بتطويرات، وانت بتختار التطوير اللي بدك اياها. في تطويرات بتزيد عدد الرصاصات، سرعه اطلاق النار، الضرر اللي بتعمله زي الشوتجنات، يعني في انواع من الرصاصات في الشوتجنات كل واحده لها ضرر، هذا الاشي راح يقوي لك السلاح عندك ويخليك او بي في اللعب. برضه ده طورت اشي جديد في الاوبن بيتا ان شاء الله راح نشوفه في اللعبه المفتوحه، هو انه لما تعمل سباون في وانت نازل على اللعبه تعمل سباون راح تلاقي معاك، يا هو مش راح تلاقي معاك، راح لازم تروح على اقرب ميديك
وتاخذ منه ميني ميد كيت. هذا الميد كيت راح تقدر تستعملها في الحالات الصعبه، لانه مرات بكون المسعف بعيد عنك وطخ عليك عدو، يعني ما في انت منطقه ضرب ويعني منطقه مصيبه، فبدك تلاقي يعني حدا يساعدك يعطيك انعاش المسعف بعيد عنك، فراح يكون معك اذا قربت على المسعف واخذت واحده منه يعني متكت صغيره راح تقدر تعملها في الحالات الصعبه. بس لما تستعملها لازم ترجع تروح على الميدك كمان مره عشان تاخذ واحده ثانيه، فهذا اشي حلو ما كانش في ثلاث الطبقات. برضو دايس جددت على نظام احتلال الاعلام، هو الكونكويست او اي نظام راح يكون في اعلام في باتل فيلد 5، هو انه كل ما كنت قريب على العلم كعلم كجزء يعني علم مرفوع في منطقه معينه، كل ما كنت قريب على العلم نفسه كل ما زدت فرصة انه تحتله اسرع من الاعداء. في حال كان في عدو قاعد بعيد عنك مكمبر او اشي يطخ عليك، وانت كنت جنب العلم بالضبط رح انت تقدر تاخذ العلم اسرع منه وممكن انت تحتل العلم. اما اذا انت كنت قاعد في منطقة العلم وقاعد منطقة يعني منطقة في محيط العلم قريب على العلم ويعني لحالك في العلم فيش عدو في المنطقة وحاولت تاخذ العلم رح تاخذه بكل ببطء، ما عليك غير تقرب على العلم كان ذاته وراح تبلش تاخذ العلم بسرعه، وهذا الاشي ما كان موجود في الالعاب السابقه من العاب باتل فيلد. برضه شركه باتل فيلد اكدت انه في نسخه الاوبن بيتا لباتل فيلد 5 مش راح يكون هناك تعديل على الملابس او الشخصيات ولا المركبات او الدبابات، لانها راح تكون فقط في النسخه الكامله للعبه. وهيك يا شباب بنكون خلصنا شرح اليوم، ياريت اعجبك المقطع تعطينا احلى لايك، اذا ما كنت مشترك في القناة تشترك فيها وتعطينا رايك فيها وتعمل شير للمقطع ليوصل اكبر عدد من الناس. نشوفكم في شروحات اخرى والسلام عليكم.